سلام سلام سلام، وللي ما يحب السلام هم سلام. اليوم حلقتنا راح تكون عن الآمش. مثل ما وعدتكم راح نعرف هواي أشياء غريبة عنهم، يعني ما موجودة بهذه الدنيا وهذا التطور. المهم قبل لا نعرف عنهم أذكركم باللايك والمشاركة بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو. خلنا نبدأ. أكثر من 370 ألف شخص من الآمش يعيشون في الولايات المتحدة، ويتمركزون حول مقاطعة لانكستر في بنسلفانيا وأوهايو وإنديانا وويسكنسن. لكن خلونا نلقي نظرة سريعة على تاريخهم قبل لا نعرف طباعهم. يعود تاريخ ديانة الآمش إلى القرن السابع عشر، عندما حدث انقسام داخل الكنيسة السويسرية التي كانت تمارس ما كان يعرف باسم تجديد العماد. ومن بين المعتقدات التي ظهرت هي أنهم من غير المناسب تعميد الأطفال، لأن المعمودية تكون صالحة فقط إذا اتخذ الشخص قراراً واعياً بالاعتراف بإيمانه بيسوع المسيح. وبهذا انقسموا إلى مجموعتين متنافستين كانت لديهما معتقدات متعارضة مختلفة حول إيمانهم، ما إذا كان يجب قبول الشخص البالغ الذي رفض إعادة تعميده في كنيستهم أم لا. انفصلت المجموعتان وشكلتا إيمانهما الخاص، وأصبحوا يعرفون باسم الآمش نسبة إلى أحد قادتهم وهو رجل يدعى جاكوب آمن. بدءا من القرن الثامن عشر بدأت المجموعة الجديدة اللي عانت من الاضطهاد بحزم حقائبهم والبدء في الاستقرار في أمريكا الشمالية المعروفة الآن بولاية بنسلفانيا. من قوانين الآمش أنهم يرفضون الكبرياء والغطرسة، وهذا هو أحد الأسباب لعدم رؤية الكثير منهم في الرياضات الاحترافية. يتبنى الآمش مفهوما يعرف بالهدوء أو الإحجام عن الترويج للذات أو وضع الذات في مقدمة المجموعة، ومن المفهوم أن الآمش مركز حياتهم هو الأسرة وما وراء ذلك. يرى الآمش أن معظم وسائل الراحة الحديثة هي فرص لفصل الفرد عن مجتمعه من خلال السماح له بالعيش بشكل أكثر استقلالية. الابتكارات الحديثة من السيارة إلى الأضواء الكهربائية وإلى السيلفونز تسمح للناس بعزل أنفسهم وتمييز أنفسهم عن جيرانهم. بالنسبة للآمش فإن فكرة العيش وفقا للكتاب المقدس تعني العيش ببساطة كما فعل الناس في زمن الكتاب المقدس، لذا تمثل الابتكارات مثل الكهرباء فرض الإنسان لإرادته على طبيعة العالم بدلا من إخضاع نفسه للعيش في ظل تصميم الخالق. على الرغم من أن الأطفال في مجتمع الآمش يتم تعريفهم تدريجياً بمعتقداتهم وأفكارهم بمرور الوقت، إلا أن العضوية الفعلية في الكنيسة لا تبدأ حتى يتم التعميد، وعادة ما يكون ذلك بين سن 16 والثالث والعشرين، حيث يسمح للمراهقين مؤقتاً بتجربة السلوك غير المطابق قبل أن يقرروا بأنفسهم العودة إلى الكنيسة والمعمودية كعضو كامل. الزواج ممنوع حتى يتخذ شخص ما هذه الخطوة الحاسمة ويختار أن يتعمد. البالغون الذين لا يلبون هذه التوقعات الأساسية ويوافقون على أن يكونوا أعضاء مشاركين بشكل كامل في عقيدة الآمش يتم طردهم كنسيا ويتم تجنبهم عادة من قبل بقية مجتمع الآمش. في النهاية يختار حوالي 90% من المراهقين الآمش الانضمام إلى الكنيسة. بمجرد أن يتم تعميده يتم عرض جميع القواعد والمبادئ المختلفة لحياتك البالغة في كتاب يعرف باسم أورنينغ. أورنينغ
هي السلطة النهائية التي يتم استشارتها فيما يتعلق بجميع الممارسات المحددة المتعلقة بأشياء مثل الملابس واستخدام التكنولوجيا والحياة اليومية. وقواعد الآمش الأكثر شهرة تمنع استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومع ذلك يكاد يكون من المستحيل البقاء على قيد الحياة في عالم 2024 دون أي وسائل راحة حديثة على الإطلاق. لذا فإن الكثير من مجتمعات الآمش تقطع الطرق هنا وهناك عندما يكون ذلك ممكنا، وبدأت بعض المستوطنات في استخدام التكنولوجيا الخضراء اللي هي الألواح الشمسية أو توربينات الرياح لتوليد الكهرباء الخاصة بها مع البقاء خارج شبكة الطاقة الرئيسية. بالنسبة للبعض هذا يكفي لإرضاء المبدأ الكتابي المتمثل في البقاء صادقين مع مجتمعاتهم ومثلهم المشتركة دون أن يصبحوا دنيويين للغاية. يسمح للعديد من الآمش بقبول المساعدة من الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون التكنولوجيا. على سبيل المثال، قد يكون من المقبول ركوب سيارة شخص ما عندما لا يكون هناك حصان أو عربة. تمتد هذه الحالات الخاصة أيضاً إلى أشياء مثل الصور الفوتوغرافية. عادة لا يمتلك شعب الآمش كاميراتهم الخاصة، لكن الكثير منهم يرغبون في أن يتم تصويرهم بواسطة أشخاص آخرين. والكثير من التكنولوجيا غير مسموح بها في مجتمعات الآمش. يتضمن ذلك الآلات الموسيقية التي ينظر إليها على أنها أدوات للتعبير عن الذات دون جدوى، مما يتيح لشخص واحد أن يسمع صوته على حساب بقية المجموعة. يفضل الآمش الغناء بأصواتهم الطبيعية، حيث يتم تناقل ألحان الترانيم شفهياً من جيل إلى جيل. لا يسمح لجميع الرجال الآمش بإطلاق اللحى. يجب على الرجال غير المتزوجين أن يظلوا حلقي الذقن، لأن إطلاق اللحى يدل على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ. يقوم الرجال الآمش أيضاً بحلق شفتهم العليا بشكل ملحوظ. غالباً ما يعتبر هذا إشارة إلى تاريخ الثقافة المسالمة، حيث ارتبطت الشوارب تاريخياً بأفراد الجيش. تعتبر لحية رجل الآمش عنصراً أساسياً في هويته، لدرجة أنه في بعض المجتمعات يتم استخدام حلق اللحية كعقاب. في عام 2012 اتهم زعيم الآمش في ولاية أوهايو سامويل مولد الأب، يعني مثل قس، بعمليات قص اللحية والشعر القسرية ضد أكثر من 12 من أعضاء طائفته. وبعد أن أبلغ العديد من الضحايا أنهم أصيبوا بصدمات نفسية بسبب قص اللحى وأجبروا على العزلة، اتهم مولد بارتكاب جريمة كراهية. الرجال ليسوا الوحيدين في مجتمعات الآمش الذين يجب أن يقلقوا بشأن الكثير من القواعد المتعلقة بالشعر أيضاً، حيث تعرف أغطية الرأس المميزة التي ترتديها النساء في مجتمعات الآمش باسم أغطية الصلاة أو القبعات، حيث يحظر على نساء الآمش قص شعرهن. يعود هذا التقليد إلى العهد الجديد، وعلى وجه التحديد كتابات الرسول بولس في رسالته الأولى، والتي تنص على أن كل امرأة تصلي ورأسها غير مغطى يهين رأسها، إنه مثل حلق رأسها. وقد فسر الآمش هذا على أنه تحريم جميع أنواع تصفيف الشعر بين النساء، بالإضافة إلى عدم قص شعرهن. ومع ذلك فإن أغطية الصلاة ليست شيئا على مدار الساعة. عندما يسترخين في المنزل مع العائلة أو يذهبن للنوم ليلا، يمكن لنساء الآمش ترك رؤوسهن مكشوفة. لكن الحياة لا تزال مختلفة بالنسبة للأطفال الذين ينشؤون في طائفة الآمش مقارنة بنظائرهم من غير الآمش. والجدير بالذكر أن التعليم الرسمي في الفصول الدراسية للآمش ينتهي بالصف الثامن، وبمجرد إتقان القراءة والكتابة والحساب بالإضافة إلى اللغة الهولندية في بنسلفانيا، يختتم أطفال الآمش واجباتهم المدرسية ويستعدون لمساعدة أسرهم في تعلم اللغة التقليدية
والوظائف مثل الصناعة أو الزراعة، وقد أدى ذلك إلى دخول مجتمع الآمش في صراع مع حكومة الولايات المتحدة التي تفرض على جميع الأطفال دون سن 16 الذهاب إلى المدرسة يوميا. انحازت قضية المحكمة العليا لعام 1972 في ويسكونسن إلى جانب الآمش في هذه المناقشة، حيث وجدت أن إجبار الأطفال الآمش على الذهاب إلى المدرسة حتى سن 16 ينتهك حقوقهم في التعديل الأول. يسمح لأطفال الآمش فقط بالحصول على ألعاب بسيطة مثل الدمى البسيطة بدون وجوه، مما يوضح أن الأشياء البسيطة قد تكون مرعبة في بعض الأحيان، وذلك لأن الآمش ضد صنع أي صور منحوتة كونها تعتبر تمثيلاً مزيفاً للأشخاص الحقيقيين. وفكرة إعطاء الدمية وجهاً بشرياً يمكن اعتباره أمراً غير مقدس. هناك أيضاً مخاوف من أن دمى الموضة التقليدية قد تجعل الأطفال يركزون بشكل مفرط على مظهرهم الجسدي، وهو أمر محظور في عقيدة الآمش. الدمى المجهولة الهوية كلها متشابهة، وبالتالي تعزز المثل العليا للآمش المتمثلة في مجتمع قائم على المساواة تماماً، حيث لا يرتقي أحد فوق أي شخص آخر. في العصر الحديث أصبحت دمى الآمش المجهولة الهوية منتجاً مميزاً ثقافياً، ويريد العديد من زوار بلاد الآمش أن يأخذوا معهم تذكاراتهم إلى بلادهم. وآخر شيء اللي عرفته عن مجتمع الآمش أنه ماكو علاقات حب قبل الزواج، يعني خارج نطاق الزواج الرسمي، يعني مو مثل باقي الأمريكان عندهم حرية طبة طلعة والمعايشة، ما عندهم هذه المواضيع إلا يكون زواج كنسي وقانوني. الشغلة الثانية أنه حتى بعد الزواج ما يعترفون أنه لازم أكو شهر العسل أو هذه، لا خلاص يعيشون ويا أهلهم وأهلهم يساعدوهم، شلون إحنا الطباع الشرقية حتى أنه يكون لهم بيت خاص بيهم. السالفة الثانية عنهم يعني اللي استغربته من أحد التقارير عنهم أنه لحد الآن ما عندهم مثل الحنفيات يستخدمون يعني أساليب قديمة جدا للحصول على الماء، وكل شيء يعني مثلا أنه هم يحبوا أنه يكون على الطبيعة، ما يحبون تدخل التطور أو لأنه يعتبروا تدخل البشر في تغيير الحياة وطبيعة الحياة. هاي كانت كل الأمور اللي عرفتها عن الآمش، وأتمنى أنه حبيتوا الحلقة لأنه بيها أمور غريبة وأنا واحدة من الناس استغربت عن هواي أمور هم يعني لحد الآن متبعيها. انتظروني بحلقة جاية وموضوع آخر. باي باي.